بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. بداية الأسبوع بالتأكيد عندنا كواليس وتفاصيل، وكمان هنتكلم على مباراة الأمس ما بين الأهلي وسان جورج الأثيوبي في إياب الدور التمهيدي اللساني لدوري أبطال إفريقيا، ومن ثم تأهل الأهلي إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. هنتكلم على المباراة، هنتكلم على تشكيل الفريق والروتيشن اللي عمله كولر في هذا اللقاء، الأرقام القياسية اللي النادي الأهلي بيحققها في الفترات الأخيرة وتأهله لدور المجموعات برقم قياسي كبير جدا هنتكلم عليه النهاردة. هنتكلم عن قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا إن شاء الله، معادها ومكانها وكل التفاصيل، مجموعة الأهلي المتوقعة ممكن تبقى إزاي. عندنا كواليس وتفاصيل كتيرة جدا، وهنتكلم كمان على زيادة مكافآت فرق السوبر ليج بعد إعلانها رسمي من الاتحاد الإفريقي منذ دقائق قليلة جدا، وهنتكلم على موضوع سان داونز بتفاصيل وكواليس مش هتسمعوها في أي حتة إلا من خلال برنامج الترند، لأن كل بيتردد منذ الأمس في تفاصيل كتيرة جدا الناس مش عارفة أو مدركة إيه الموضوع بالظبط، لكن لا في انسحاب ولا في تفاصيل من اللي أنتوا بتسمعوها وتقروها. لكن النهاردة هنتكلم عن كل الكواليس في هذا الأمر، كواليس كتيرة جدا، حلقة دسمة فيها تفاصيل مهمة، وكمان هنلقي الضوء على استعدادات الأهلي لمباراة إنبي في كأس مصر يوم الأربعاء المقبل، نصف نهائي الكاس، بطولة مهمة جدا بالتأكيد الأهلي بيسعى للفوز بها خلال الفترة اللي جاية. خليكم معانا تابعونا، ولكن كالعادة نبدأ حلقة النهاردة بسؤال حلقة اليوم، وعايز أعرف رأي حضراتكم في أداء وفوز الأهلي على سان جورج الأثيوبي، ومن في رأيك أفضل لاعب في المباراة، يعني تقولوا لنا رأيكم على أداء وفوز الأهلي برباعية على بطل إثيوبيا، وكمان من وجهة نظركم مين كان أفضل لاعب في هذا اللقاء. تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير من برنامج الترند هستعرض أكبر قدر من أراءكم على سؤال حلقة النهاردة. لكن نبدأ بسرعة حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يبدأ استعداداته لمباراة إنبي في كأس مصر، وكمان الجمعة المقبل قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وفي الترند العالمي، بعقد خيالي صلاح يقترب من التجديد مع ليفربول. استعراض مباراة اليوم النهاردة السبت الممتاز، جولة في الدوريات الخمس الكبرى. نبدأ بالدوري الإنجليزي، والنتيجة المفضلة لدى كل الأهلوية انتهت منذ قليل، مباراة أستون فيلا مع برايتون بفوز أستون فيلا 6-1، نتيجة مفضلة. كل ما بنسمع ونشوف نتيجة 6-1 على طول نتذكر مباراة الأهلي والزمالك وفوز الأهلي على الزمالك في لقاء القمة بنفس النتيجة. الساعة 5 في 5 لقاءات في توقيت واحد، بورنموث بيستضيف أرسنال، إيفرتون بيستضيف لوتون تاون، مانشستر يونايتد بيستضيف كريستال بالاس، نيوكاسل يونايتد بيستضيف بيرلي، ويست هام يونايتد بيستضيف شيفيلد يونايتد، ايضا كمان ولفرهامبتون بيستضيف مانشستر سيتي، وفي الساعه 7:30 توتنهام هوتسبير بيستضيف ليفربول. ماتش صعب جدا اكيد للريدز، بيلعب على ملعب توتنهام. طب الدوري الاسباني، وفي مباراه انتهت منذ قليل، ختافي تعادل سلبيا مع فياريال 0-0، والساعة 5:15 رايو فاليكانو بيستضيف ريال مايوركا، 7:30 جيرونا بيستضيف ريال مدريد، الساعة 10 ريال سوسيداد بيستضيف أتلتيك بيلباو. نروح للدوري الإيطالي، والآن نابولي متقدم على ليتشي 1-0 على ملعب ليتشي، الساعة 7 الميلان بيستضيف لاتسيو، والساعة 10 إلا ربع ميلان ضيفا ثقيلا على سيرينيتانا. الدوري الألماني، وفي هذه الأثناء في 5 لقاءات، فولفسبورغ بيستضيف انتراخت فرانكفورت والنتيجة التعادل السلبي، ماينز على أرضه متأخر بنتيجة 0-1 أمام باير ليفركوزن، كولين بيستضيف شتوتغارت وما زال التعادل السلبي، بوخم متعادل سلبيا على أرضه مع بروسيا مونشنجلادباخ، وهيدنهايم أيضا على أرضه متعادل سلبيا مع يونيون برلين. الساعة 7:30 لايبزيج بيستضيف بايرن ميونخ. الدوري الفرنسي، والساعة 6 مساء اليوم، باريس سان جيرمان ينزل ضيفا ثقيلا على كيرمونت فوت،
وفي الساعة 10 موناكو بيستضيف مارسيليا. دي أبرز مباريات اليوم وجولة مهمة جدا، وشايفين في كل دوري في مباراة كبيرة. توتنهام هيستضيف ليفربول، شايفين موناكو ومارسيليا، بايرن ميونخ، كلها مباريات أكيد قوية جدا، عشان كده بيطلقوا على اليوم النهاردة هو اليوم السبت الممتاز. كل التوفيق لكل السادة المشاهدين، وبالتأكيد كمان النهاردة في مبارتين في كأس الكونفدرالية، الزمالك هيلعب الساعة 7 مع أرتا سولار الجيبوتي، وغدا فيوتشر في مواجهة قوية جدا مع بطل تنزانيا. فاصل ثم نواصل. فاز الأهلي بالأمس برباعية على بطل إثيوبيا في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا، ليكون مجموع المباراتين 7-0. الأهلي يضرب بقوة في دوري أبطال إفريقيا في حملة الدفاع عن اللقب الإفريقي عن الأميرة السمراء التي فاز بها الفريق العام الماضي بعد تعادل إيجابي مع الوداد المغربي على ملعب مركب محمد الخامس 1-1. وبالتالي الأهلي حاليا هو حامل اللقب، والبداية قوية جدا بالفوز على بطل إثيوبيا بسباعية، 3 أهداف في لقاء الذهاب و4 أهداف في لقاء العودة. والممتع والجميل في المباراة بالأمس أن قدر مارسيل كولر يدفع بالعديد من العناصر التي لم تشارك في اللقاء الأول، بالإضافة إلى أن هؤلاء اللاعبين لم يشاركوا في عدد من المباريات منذ بداية الموسم، سواء في لقاء السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري أو حتى في مستهل بداية الدوري العام أمام فريق المصري. وبالتالي قدر كولر يعمل روتيشن كويس جدا خلال الفترة الأخيرة من خلال الدفع به عدد من اللاعبين. وليكن البداية مثلا بالحديث عن كريم الدبيس الظهير الأيسر، أحد اللاعبين الصاعدين من قطاع الناشئين مواليد 2003، يدفع به بالأمس مارسيل كولر في الجبهة اليسرى بديلا عن علي معلول لمنحه مزيدا من الراحة خلال الفترة القادمة. كذلك الدفع بأحمد نبيل كوكا على حساب أليو ديانج، وبالتالي هذا اختيار رائع جدا من مارسيل كولر في ظل أن الفريق أمامه ضغوط ومباريات قوية جدا خلال الفترة القادمة. وبالتالي الدفع أيضا بمحمد الضو كريستو، اللاعب التونسي الصاعد مواليد 2003، والذي شارك بالأمس لأول مرة في التشكيلة الأساسية رغم بالتأكيد عدم مشاركته في مباريات الدوري في التشكيلة الأساسية أو بشكل منتظم في الفترة الأخيرة. نقدر نقول كريستو امبارح لعب لغاية الدقيقة 81. وبالتالي الدفع بعدد كبير جدا من اللاعبين الصاعدين من قطاع الناشئين سواء في مباراة الأمس أو حتى في الفترة السابقة هو في إطار التدوير والروتيشن اللي بيعمله مارسيل كولر عشان الفترة اللي جاية، نتيجة طبعا الضغوط الكبيرة جدا من مباريات في الفترة اللي جاية. فالبداية قوية، رسائل مباشرة وجهها الأهلي لكل المنافسين اللي هيكونوا موجودين في دور المجموعات خلال الفترة اللي جاية بتحقيق الرباعية ومجموع اللقاءين سباعية 3-0 و4-0. طيب حاجة تانية كمان عايز أتكلم عليها بخصوص هذه المباراة، قدامكم طبعا على الشاشة الأهداف والهدف الرائع جدا لمحمد مجدي أفشة. ولكن مهم جدا وانت بتتكلم على المباراة تشوف كهربا قدر يحقق ايه في هذا اللقاء. كهربا امبارح أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 34، وأحرز الهدف الرابع في الدقيقة 63 بضربة رأس رائعة جدا بعد كرة عرضية من محمد هاني. كهربا نقدر نقول عليه انه عمل 50 مساهمة تهديفية بقميص النادي الأهلي. 50 مساهمة تهديفية بقميص النادي الأهلي. 50 مساهمة تهديفية من اصل كام بقى؟ في مشاركة ل 98 مباراة. يعني كهربا مع الأهلي بيتألق بشكل رائع جدا. في 98 مباراة ساهم في 50 هدف. أحرز 34 وعمل أسيست في 16 لعبة أو صنع 16 هدف. أرقام دي مع كهربا رغم كل الضغوطات ورغم كل الأخبار السلبية اللي بتوجه تجاه كهربا، ولكن كهربا بيغرد منفردا مع النادي الأهلي خلال آخر سنتين ثلاثة. خلال آخر سنتين ثلاثة كهربا بيقدم مواسم مميزة جدا. فترة إيقاف 6 شهور رجع بيقدم مساهمة تهديفية لأعلى مستوى، أكتف وحركة في وسط الملعب، في مناطق الجزاء، في المناطق الحيوية في الملعب، بيحرز أهداف.
امبارح احرز هدف من ضربه جزاء. وعلى فكره احراز كهربا لهدف من ضربه جزاء ده نتيجه ان الفريق عارف كهربا محتاج ايه الفتره الحاليه، الثقه، الدعم، المسانده. اخبار سلبيه بتتقال كتير قوي على كهربا في الفتره الاخيره، مش هدخل في تفاصيلها دلوقتي، لكن في ناس بتتكلم في الامور القانونيه للاسف بشكل غلط يعني، او في ناس بتحاول تعمل ترند عشان تكسب شعبيه على حساب لاعب مهم جدا في النادي الاهلي زي كهربا. امبارح حصلوا على ضربه جزاء قدامكم على الشاشه، وتم الاتفاق والجهاز الفني سمح لكهربا ان هو اللي يسدد ضربه الجزاء واحرز منها الهدف الثاني في الدقيقه 34. ولكن الهدف الرابع لكهربا انا شايفه مميز جدا، لانه جاي في الدقيقه 63 من ضربه راس ممتازه جدا لكهربا بعد تمريره عرضيه من محمد هاني. كمان عايز اتكلم على هدف قفشه، لان الهدف الاول اللي احرزه محمد مجدي قفشه ما شفناهوش من فترات طويله. هدف قفشه يوم الجمعه في دوري ابطال افريقيا بيفكرنا بالهدف الرائع جدا اللي احرزه في مرمى الزمالك في نهائي القرن في 2020. هدف قفشه الاولاني من ضربه ثابته وعلى مسافه نقدر نقول يعني حوالي 25 يارده، وسددها على يمين الحارس. لو يكون معانا الهدف الاول لمحمد مجدي قفشه هيبقى هدف رائع جدا، لان قفشه على فكره من الاهداف اللي كانت بتنقصه في الفترات الاخيره، لان قفشه يقدر بيعمل عرضيات، بيسدد، بيدخل جوه منطقه الجزاء. حتى الهدف الثالث امبارح اللي احرزه في الدقيقه 39 دخل كمل كمهاجم تاني. لكن بصوا على هدف قفشه، التسديده والتصويبه والتركيز. وكمان في نقطه تانيه، قفشه لما يروح للكابتن خالد بيبو هي رساله. كابتن خالد بيبو كان مدير للكره، بيوصل رساله، بيكلم على اللعيبه، بيدعم لعيبه. ده نقاط مهمه جدا عايز اتكلم عليها. كمان جمهور الاهلي مدى تفاعله مع هدف محمد مجدي قفشه. ف ماتش امبارح رغم انه ممكن يكون واضح للكل ان هو سهل، لكن الاهلي اشتغل عليه بجديه. وكولر قال انا قلت للعيبه في المحاضره كده، بصوا الهدف ازاي ركنه. على فكره قفشه ما شطهاش بوش رجله، قفشه ركنها ببطن رجله، الجزء الامامي في بطن رجله في الزاويه اليمنى، الزاويه البعيده. بصوا على حركه تسديد قفشه للكوره ببطن الرجل، وهنا متعه الهدف وفي تسجيل الهدف بالشكل ده. ما شفناش من فتره طويله هدف بيسجل بالشكل ده. ممكن كمان نروح لفكره المدرب الجديد اللي موجود مع الاهلي في مساله تطوير الاداء، ممكن نشوف الحاجات دي الفتره اللي جايه، لان الراجل ما بيبقاش موجود على الدكه، حتى في الرحلات الخارجيه بيفضل موجود هنا مع مجموعه اللاعبين اللي ما بيسافروش، او ممكن يكون موجود في اليوم التالي لو في راحه سلبيه مع اللاعبين اللي ما شاركوش في المباراه. تطوير الاداء الهجومي ده جزء من جانب للمدير للمدرب السويسري اللي تعاقد معاه مارسيل كولر، او تعاقد مع الاهلي بوجهه نظر ورؤيه من مارسيل كولر عشان يكون موجود كاضافه مهمه جدا في الجهاز الفني. فدي كانت ابرز النقاط اللي اتكلمت عليها بخصوص المباراه. الاهداف قفشه الهدف الاول، كهربا الهدف الثاني، قفشه الهدف الثالث، كهربا الهدف الرابع. والتغييرات بقى انت تتكلم كمان على اطار الروتيشن. امبارح دفعت كريم فؤاد في الدقيقه 68، نزل ياسر ابراهيم مكان منعم في نفس التوقيت دقيقه 68، والتغييرين دول داخل في اطار التدوير. انت بادئ بعبد القادر ومنعم، حبيت تريح منعم عشان ما يكونش فيه اصابه نتيجه ان امبارح الماتش كان فيه خشونه شويه من الفريق الاثيوبي، فنزل ياسر ابراهيم. نزل ياسر ابراهيم باللعب بجوار رامي ربيعه وكريم فؤاد. امبارح كولر اداله كمان حوالي 25 دقيقه من المباراه بعد ما دفع بيه في ماتش المصري حوالي 10 دقائق ربع ساعه. في الدقيقة 75 نزل طاهر مكان إمام، ونزل تاو مكان كهربا، وكمان نزل نزل الشحات مكان كريستو في العشر دقائق الأخيرة. يعني نقدر نقول إن كولر نجح بشكل كويس جدا في مسألة التتوير والروتيشن، في ظل إن الأهلي مقبل على أجندة إفريقية صعبة جدا 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 خلال الفترة اللي جاية. وكولر على فكرة لما اتكلم على موضوع الأجندة اتكلم على فكرة إن التتوير ده بيعمله لأن الفترة اللي جاية في ضغوطات كبيره جدا بسبب الاجنده وبسبب الماتشات. اتكلم حتى على مباراه الدوري الافريقي وتوقيتها ما بين اجنده اكتوبر واجنده شهر نوفمبر. اتكلم على فكره كمان انك تلعب ماتشات متداخله ورحلات افريقيه
بالشكل ده صعب جدا انك تلعبها في القارة الإفريقية، لما تلعب يوم 20 في تنزانيا ترجع تلعب 24 في القاهرة، وقبل الماتشات دي عندك أجندة دولية والمنتخب واخد لعيبة من الأهلي، وفي كمان منتخبات أخرى زي جنوب إفريقيا زي تونس زي مالي، أمور بتبقى صعبة جدا. امبارح كولر كان بيتكلم عليها، فبالتالي نجح في موضوع التدوير والروتيشن بشكل كويس جدا في ظل ضغوطات الماتشات اللي هتبقى خلال الفترة اللي جاي. طب ده جانب تاني كنت عايز أتكلم عليه، مسألة التدوير والروتيشن اللي عمله مارسيل كولر. طيب ملف ثالث، وهو متعلق بجوائز بطولة السوبر ليج. النادي الأهلي كان أعلن منذ فترة بعد آخر اجتماع لورشة عمل للشركة التي تدير مسابقة السوبر ليج الدوري الأفريقي إن الجوائز تم تحديدها في الاجتماع 4 مليون دولار للفائز، 2 مليون دولار و700 للوصيف، ومليون و700 للمتأهل لنصف النهائي ولكن لم يتأهل للنهائي، والمشاركة في الدور ربع النهائي 900 ألف دولار. الاتحاد الأفريقي منذ حوالي ربع ساعة أعلن في بيان رسمي الجوائز الرسمية بعد اعتمادها، وتم زيادة الأرقام. يعني أنا عايز أقول لكم في الكواليس الأرقام دي زادت حوالي مرتين ثلاثة، نزلت وزادت نزلت وزادت. قدامكم على الشاشة وده بيان الكاف، يمكن لسه منشور من حوالي دقايق قليلة جدا، ولكن الرسمي والقرار النهائي قدامكم على الشاشة. البطل 4 مليون دولار، البطل هياخد 4 مليون دولار، الوصيف بدل ما كان هياخد 2 مليون 700 بقى 3 مليون دولار، بقى 3 مليون دولار. المتأهل لمرحلة الدور نصف النهائي مرحلة السيمي فاينل مليون و700 ألف دولار، مجرد المشاركة مليون دولار. وبالتالي أنا شايف يعني دي آخر خطوة لزيادة الأرقام بالشكل اللي احنا شايفينه، مليون دولار لمجرد المشاركة في الدوري الأفريقي. انت بتتكلم على ست ماتشات هتاخد 4 مليون لو وصلت فاينل وفزت بالبطولة، وصلت الفاينل وخسرت لا قدر الله 3 مليون دولار. يعني انت بتتكلم ست مباريات في السوبر ليج بتساوي 14 مباراة في دوري أبطال إفريقيا. طبعا فرق كبير جدا في عدد المباريات، لكن الجائزة هنا زي هنا متساوي. وسبق قبل كده انا قلت الأرقام كانت بتتقال قبل كده، كانت أرقام تقديرية بتتقال في البداية، ولكن بعدها لما سألت مسؤول بارز في هذا الملف في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي، لأن في شراكة ما بين الفيفا والكاف في هذا الملف، قال لي من الصعوبة إن جائزة البطولة في النسخة الأولى تكون أكتر من كأس العالم للأندية. قلت له كأس العالم 5 مليون للفائز، قال لي صعب بطولة في إفريقيا تكون جائزة البطل أعلى من كأس العالم للأندية. فبالفعل رسميا خلاص البطل هياخد 4 مليون دولار، وده بالفعل رقم أقل من جائزة المشاركة في كأس العالم، لأن كأس العالم البطل بياخد 5 مليون دولار ولكن المشاركة لوحدها مليون دولار. طب بما اننا بنتكلم على السوبر ليج، وامبارح على السوشيال ميديا كان في خبر ترند، موضوع سان داونز، ماموريدي سان داونز هيشارك ولا مش هيشارك، موقفه ايه؟ هل ماموريدي سان داونز انسحب من بطولة الدوري الافريقي؟ خدوا بقى الكلام اللي مش هتسمعوه في اي حتة. اولا ماموريدي سان داونز لم يعلن انسحابه من بطولة الدوري الافريقي، نادي سان داونز بطل جنوب افريقيا لم يرسل خطاب بانسحابه من الدوري الافريقي لكرة القدم. نادي سان داونز يؤكد مشاركته في بطولة الدوري الافريقي لكرة القدم. ولكن الازمة فين؟ الازمة مش عند نادي سان داونز، ونادي سان داونز لم ينسحب ولم يبدي انسحابه ولا يفكر في الانسحاب، ولكن الازمة تتعلق ب ان شركة الدوري الافريقي تأخرت في إرسال مواعيد البطولة لاتحاد جنوب إفريقيا، تأخرت في إرسال مواعيد البطولة لاتحاد جنوب إفريقيا. فبالتالي مجرد ما تم إرسال الإيميل اتحاد جنوب إفريقيا أرسل الإيميل إلى رابطة دوري جنوب إفريقيا، أرسل الإيميل إلى رابطة دوري جنوب إفريقيا. فالرابطة لقت إن فجأة هما بيتعاملوا رسمي طبعا، هو كلام كله في السوشيال ميديا وفي المواقع والناس كلها عارفة، وحتى الاتحاد الافريقي عمل مؤتمر صحفي وعمل قرعه والناس كلها بتتكلم، ولكن طبقا للايميلات الرسميه ايميل مشاركه سان داونز او مخاطبه اتحاد جنوب افريقيا كانت متاخره، فالايميل ده راح للرابطه في وقت متاخر، فالرابطه وجهت الدعوه للانديه ان في مشاركه لبطوله مستحدثه لبطل جنوب افريقيا نادي سان داونز في الفتره من 20/10 الى 11 نوفمبر. الرابطه رفضت
تأجيل أي مباراة، مش رفضت مشاركة نادي صن داونز، لا الرابطة رفضت تأجيل أي لقاء، وقالت إن التأجيل ده هيؤثر على مشوار البطولة وعلى توقيت ختام البطولة وعلى الأمور المتعلقة بانتقالات اللاعبين في نهاية الموسم، وبالتالي الرابطة رفضت. نادي صن داونز ومجرد ما علم بهذا الخبر أو بهذه التفاصيل وهو ما كانش حاضر هذه أو هذا الاجتماع، أرسل خطاب رسمي إلى رابطة الدوري بخصوص موقفه من المشاركة. حتى الآن لم يتم البت في هذا الخطاب، ولكن معلوماتي أن هناك اتجاه لدى الفيفا والكاف لمخاطبة اتحاد جنوب إفريقيا لاستثناء نادي صن داونز طبقا للوائح البطولة التي تم اعتمادها في نهاية شهر 8، أن الفرق التي تشارك في الدوري الأفريقي ما بين قوسين السوبر ليج يتم إعفائها من المشاركة في الدوريات المحلية. فاكرين زمان لما قلت الخبر ده كان في شهر 7، قلت إن شركة الدوري الإفريقي هتخاطب كل الاتحادات اللي أنديتها بتشارك في البطولة وتقول لهم أي نادي هيشارك في البطولة يتم إعفائه من المشاركة في الدوري المحلي وتأجيل اللقاءات. وطبعا بعض الناس قالوا لي ما ده طبيعي، هيلعب فين في الدوري أثناء البطولة؟ أهي جات رسمة أهي، وبقت مشكلة وبتتناقش، والفيفا والكاف بيتدخلوا عشان تتطبق رسمي ونادي صن داونز يشارك في البطولة. نادي صن داونز لا يبدي أي استعداد للانسحاب ولا يبدي أي موافقة على طلبات رابطة الأندية في جنوب إفريقيا، ولكن متمسك جدا بالمشاركة، وهناك اتصالات على أعلى مستوى ولكن ما بين الاتحاد الإفريقي والفيفا مع اتحاد جنوب إفريقيا لإختار الرابطة بتأجيل لقاءات صن داونز. ده الموقف الرسمي حتى الآن. اللي هيحصل خلال الساعات اللي جاية أول ما يكون في قرار رسمي بالتأكيد هنخطر حضراتكم بكل التفاصيل، في ظل إن احنا من أول يوم معاكم في كل تفاصيل هذه البطولة وكل تفاصيل مشاركة الأهلي في هذه البطولة اللي خلاص باقي عليها أيام قليلة جدا. النهاردة بنتكلم 30/9، أول مشاركة 20/10، يعني بنتكلم بالظبط في 3 أسابيع وهتكون البطولة رسميا الأهلي بيشارك فيها وبيستعد فيها خلال الفترة اللي جاية. طيب حاجة تانية كمان عايز أتكلم عليها قبل ما أتكلم بقى على تدريبات الأهلي وإزاي الفريق بيستعد للقاء إنبي، قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية دور المجموعات. خلاص امبارح الأهلي خلص مباريات الدور التمهيدي الثاني، ولكن قرعة دور المجموعات الجمعة اللي جاية يوم 6 أكتوبر، والقرعة هتتعمل في جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، وده خبر رسمي وقرار رسمي يمكن الكاف هيعلنه خلال 24 ساعة أو 48 ساعة، ولكن من الكواليس دايماً بنبقى معاكم بكل التفاصيل قبل ما يتم إعلانها رسميا، إن القرعة إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية في جوهانسبرج، لكن التوقيت لسه لم يتحدد. خلال ساعات هيتم تحديد التوقيت، هل القرعة تكون في الظهيرة يعني ولا ممكن تبقى في المساء، وغالبا بنسبة كبيرة هتتعمل القرعة في مقر إحدى القنوات الرياضية الكبيرة، شبكة كبيرة جدا في جنوب إفريقيا هي اللي هتشرف وهتبقى مسؤولة عن الإجراءات الإدارية لتنظيم القرعة بإشراف بالتأكيد من مسؤول المسابقات في الاتحاد الإفريقي. طيب الأهلي تأهل بالأمس، الأهلي مصنف التصنيف الأول، الأهلي أساسا تصنيفه رقم 1 على كل الأندية الإفريقية، ففي حال تأهل الترجي والوداد وصن داونز مبارياتهم كلها النهاردة هيبقوا كلهم مع الأهلي في المستوى الأول، فبالتالي الأهلي منذ فترة طويلة يعني جدا لأول مرة هيلعب دور المجموعات دون تواجد نادي صن داونز معاه، يعني صن داونز مش هيكون موجود مع الأهلي في دور المجموعات. خلاص الزمالك مش موجود، الرجاء المغربي مش موجود، نهضة بركان مش موجود، فبالتالي اللي بيقرب من التصنيف بعد الأهلي والوداد والترجي هيكون مامولدي صن داونز. فالأهلي الترجي وداد صن داونز دول كلهم تصنيف أول. التصنيف الثاني تصنيف قوي جدا، أنا هتكلم على الفرق دي خلاص في حال تأهلها. بيراميدز تصنيف تاني، يعني بيراميدز امبارح كسب الجيش الرواندي 6-1 وأصبح حاليا في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لأول مرة. بيراميدز بنتائجه في الخمس سنوات الأخيرة هيكون تصنيف تاني. مع مين في حال تأهلهم؟ شباب بلوزداد، سيمبا التنزاني، بترو أتلتيكو الأنجولي. الثلاث فرق دول هيلعبوا النهاردة. بلوزداد، سيمبا، بترو أتلتيكو هيلعبوا النهاردة. في حال تأهلهم هيكونوا تصنيف تاني مع بيراميدز. فوارد جدا بيراميدز تقع او يقع بيراميدز مع الاهلي في دور المجموعات. طب لو نروح على التصنيف الثالث برضه فرق قويه بنتكلم في حال تاهلهم، يعني مازيمبي الكونغولي، حراك كوناكري الغيني، الهلال السوداني، يانج افريكانز التنزاني. في حال تاهل الاربع فرق دول هيكونوا تصنيف ثالث، فوارد جدا ان يكون في فريق عربي ايضا مع الاهلي زي الهلال السوداني.
فبالتالي انت بتتكلم وارد جدا ان يكون فرقه عربيه مع الاهلي في دور المجموعات. طبعا يانج افريكانز لو خسر من المريخ ساعتها ممكن اسيك ميموزا هو اللي يصعد للتصنيف الثالث، في حال ان اسيك ميموزا يكسب اهلي بنغازي، ودي مباراه هتتلعب بكره في دوري ابطال افريقيا. التصنيف الرابع تاكد ان بطل بتسوانا يانج جالاكسي دول موجودين في التصنيف الرابع. امبارح اقصوا اورلاندو بايرتس ودي كانت مفاجاه، تعادلوا ايجابيا بعد الفوز في بتسوانا 1-0 وخسروا في جنوب افريقيا 1-0 في تعادل في النتائج، لعبوا ضربات جزاء وبطل بتسوانا كسب 5-4 بركلات الجزاء، وبالتالي بطل بتسوانا جالاكسي اصبح حاليا في التصنيف الرابع. مين ممكن يكون في التصنيف الرابع؟ نوازيبو الموريتاني ممكن يحقق مفاجاه ويصل للدور القادم لانه كسب على ارضه 3-0، فصعب جدا يخسر خارج ارضه 4-0، لكن نوازيبو الموريتاني وارد جدا يكون متواجد في دور المجموعات لاول مره مع بطل بتسوانا، ودول هيكونوا في التصنيف الرابع. في فرقتين ممكن يكونوا مفاجاه في التصنيف الرابع. النجم الساحلي في حال فوزه على الجيش الملكي، او الجيش الملكي في حال تخطي النجم الساحلي. دي مباراه هتتلعب النهارده في المغرب، هتتلعب تحديدا في مراكش. النجم الساحلي كسب لقاء الذهاب في سوسه 1-0، النهارده الجيش الملكي لو كسب هيبقى في التصنيف الرابع. طب النجم الساحلي لو كسب هيبقى في التصنيف الرابع، ففي فريق عربي مؤكد في التصنيف الرابع. معاه كمان اسيك ميموزا زي ما قلت لو اسيك تخطى اهلي بنغازي الليبي، فبالتالي انت ممكن تلاقي المجموعات يعني 100% مجموعه عربيه، اهلي، بيراميدز، الهلال، النجم الساحلي او الجيش الملكي المغربي. عموما مش هنسبق الاحداث، هننتظر نتائج مباريات اليوم ومباريات الغد، والقرعه ان شاء الله الجمعه اللي جايه في جنوب افريقيا وتحديدا في جوهانسبرغ، ونتمنى التوفيق يا رب للاهلي في هذه البطوله. دور المجموعات على فكره مش بعيد، القرعه 6 اكتوبر لان اول لقاء هيكون 24 نوفمبر. اول لقاء 24 نوفمبر، وفي اربع مراحل في دور المجموعات هيخلصوا قبل كاس الامم. فالاتحاد الافريقي بيسرع شويه في وتيره المباريات والبطولات خلال الفتره الاخيره. عايز اكد كمان على حاجه، ان الاهلي عمل رقم قياسي كبير جدا 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 في دوري ابطال افريقيا. انتوا بتتكلموا على ان البطوله دي من اول نسخه 97 لما اتغير نظامها وتطبيق دور المجموعات لغايه نسخه 2023 الاهلي تاهل لدور المجموعات 21 مره. 21 مره. أرقام قياسية الأهلي هو اللي بيضربها لنفسه، يعني مفيش فريق بيقرب من الأهلي. يعني مثلا 97 98 الأهلي لم يشارك، 99 2000 كان نظام التأهل لدور الثمانية مجموعتين 4-4 والأول بيلعبوا فاينل. فساعتها الأهلي لما 99 و2000 وصل دور المجموعات، 2001 كان البطل، 2002 دور المجموعات، 2003 لم يشارك، 2004 خرج من دور ال 32، 5 6 البطل، 7 كان الوصيف أمام النجم الساحلي، 8 كان البطل. فلو بتتكلموا على المشوار لغاية 2023 كلها أرقام قياسية مع النادي الأهلي، 21 مرة تأهل إلى دور المجموعات. آخر مرة الأهلي لعب في الكونفدرالية ومن وقتها في دوري الأبطال وفي المجموعات بنتكلم من 2015 حتى 2023، يعني بنتكلم في 9 نسخ متتالية الأهلي يصل إلى دور المجموعات وبيلعب بشكل متكرر في دوري أبطال إفريقيا. لو بتتكلم بقى على النهائي احسب بقى من 2016 ل 2023 انت بتتكلم الاهلي ممكن يكون لعب 5-6 نهائيات في اخر مثلا 7-8 نسخ، يعني مفيش فريق بصراحه بيقدر يحقق الارقام القياسيه اللي الاهلي حققها خلال هذا الموسم. دي كانت ابرز الموضوعات اللي معايا النهارده في فقره ترند الترند. فاصل وبعد الفاصل نواصل وعندنا باقي فقرات برنامج الترند. السوشيال ميديا النهارده فيها تفاصيل كتيره جدا على اخبار الاهلي واستعدادات الاهلي لمباراه انبي، وكمان القاء الضوء على الارقام المتعلقه بتحليل لقاء الاهلي وسان جورج. كل ده واكتر، ولكن نطلع نتابع في اخر اخبار الترند. لها كبيرة جدا.
اهلا بحضراتكم من جديد واخر اخبار الترند. والنهارده عندنا جوله كبيره جدا في الترندات، ولكن البدايه بترند الاهلي. حساب الاتحاد الافريقي لنسخه دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه وبطاقه الفريق المتاهل الى دور المجموعات. الاهلي بطل النسخه السابقه يضمن بطاقه الصعود الى دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. طبعا شايفين الاكريديشن، البطاقه المتعلقه بالمشاركه، وفيها الاهلي و تو ذا جروب ستيج، التأهل إلى دور المجموعات. طيب نشوف حساب كورة 11 وبيقول الأهلي يصعد إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة على التوالي. اتكلمت على الأرقام القياسية، 21 مرة في دور المجموعات وتسع مرات متتالية التأهل إلى دور المجموعات منذ نسخة 2016. طيب نروح لسبورت 360 مصرية وبيتكلموا على كهربا والرقم القياسي اللي اتكلمت عليه لمشاركة كهربا مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة. 50 مساهمة تهديفية لمحمود كهربا بقميص الأهلي في 98 لقاء، أحرز 34 هدف وصنع 16 هدف. الفولت يتألق مع المارد الأحمر. حساب الوطن سبورت بيتكلموا عن الأهلي يتدرب دون راحة استعدادا لمواجهة إنبي في كأس مصر. النهاردة التدريب بدأ حوالي الساعة 5، وفي تدريب ولمجموعه اللاعبين اللي ما شاركتش في مباراه امبارح، وغالبا في تراي ماتش مع لاعبين صاعدين من قطاع الناشئين. كمان هيبقى في راحه للمجموعه اللي شاركت بالامس، تدريب استشفائي في الجيم غالبا بنسبه كبيره. بكره هيكون في راحه سلبيه، والاستعداد من يوم الاثنين للقاء انبي يوم الاربعاء في نصف نهائي كاس مصر. فده برنامج الفريق ابتداء من النهارده لغايه ماتش انبي يوم الاربعاء اللي جاي. طب المصري الرياضي بيتكلم على جاهزيه مين في الفتره اللي جايه. رضا سليم جاهز وهيشارك طبقا لرؤيه كولر في مباراه انبي في كاس مصر. نفس الامر على فكره يا جماعه على كهربا. الناس كانت فاكره ان كهربا ايقافه يسري على الدوري والكاس، لا، كهربا ايقافه يسري على الدوري وعلى كاس الرابطه، ولكن مباراه كاس مصر كهربا يشارك فيها بشكل طبيعي. فماتش انبي يوم الاربعاء اللي جاي رضا سليم موجود، كهربا موجود، مفيش اي مشكله في مشاركتهم. طيب كوره 11 بيتكلم على جدول الاهلي خلال شهر اكتوبر، وكنت بتكلم في بدايه الحلقه على موضوع اجنده الماتشات الفتره اللي جايه. قالوا جدول مزدحم، على راسه لقاء سيمبا التنزاني، وده لقاء افتتاح الدوري الافريقي يوم 20/10. الاهلي يستعد لشهر اكتوبر الناري بخمس مباريات قويه في ثلاث بطولات. هم ممكن يعني الخمسه دول في ثلاث بطولات بس، ممكن يكونوا خمسه في يعني ماتش في الدوري ممكن يتأجل. طب تعالوا نشوف المباريات. طيب الأهلي وإنبي يوم الأربعاء اللي جاي الساعة 7 في نصف نهائي كأس مصر. 8 أكتوبر الأهلي والإسماعيلي الساعة 7 في برج العرب، الجولة الثالثة من الدوري المصري. يوم الجمعة 20 أكتوبر، فترة من 8 أكتوبر ل 20 أكتوبر فترة أجندة دولية، لكن أول ما الأجندة تخلص الأهلي عنده مباراة مع سيمبا في ملعب بنجامين مكابا في دار السلام. الماتش ده هيبقى 20/10 الساعة 6 بتوقيت القاهرة، الأهلي وسيمبا في تنزانيا. ترجع يوم الثلاثاء عندك ماتش مع سيمبا في القاهرة، ماتش القاهرة هيكون الساعة 5 في إياب الدور ربع النهائي لمباريات الدوري الأفريقي. طيب في ماتش يوم 29 أكتوبر غالبا هيتأجل لو الأهلي إن شاء الله ربنا كرمه وتأهل لمواجهة الفائز ما بين سان داونز وبترو أتلتيكو، لأن المباراة دي هتتلعب 29 أكتوبر الذهاب في بريتوريا والعودة 1 نوفمبر في القاهرة. يوم 29 أكتوبر الأهلي عنده ماتش مع البلدية، هيتأجل الماتش ده، هيتأجل والاهلي هيلعب ساعتها في الدوري الافريقي مع سان داونز الساعه 7. ماتش الاهلي لو تاهل لمواجهه سان داونز الماتش في بريتوريا هيكون الساعه 7. طبعا دلوقتي احنا في اخر اخبار الترند، في التفاصيل هتبقى في حلقات جايه لما نقرب شويه من فكره السوبر ليج واللي هيحصل ومواعيد الماتشات وكل حاجه. ولكن انا بقول لكم لاول مره هتلاقوا الاهلي منذ اكتر من 20 سنه ممكن يواجه سان داونز الساعه 7 في بريتوريا. طيب نروح لحساب كوره بلس وألف مليون سلام على أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلي السابق وحاليا حارس نادي الإسماعيلي، هيغيب عن مواجهة الأهلي يوم 8 أكتوبر في الدوري العام. أحمد عنده شرخ في وجه القدم تعرض ليه خلال ماتش الاتحاد، كانت إصابة في ماتش الاتحاد وتأكد غيابه عن مواجهة الأهلي مطلع شهر أكتوبر. ألف مليون سلامة على أحمد عادل عبد المنعم، ودي تفاصيل أعلنها هشام مصطفى رئيس الجهاز الطبي لفريق الإسماعيلي. طيب الوطن سبورت بيقول ان في ثلاث تحفظات تهدد مشاركه الاهلي في كاس السوبر المصري بالامارات، كاس السوبر للانديه الابطال. النهارده الوطن سبورت قال التفاصيل بالنسبه لي فيها حاجات جديده وحاجات مش منطقيه. ليه؟ لان البطوله
هو الاهلي لغايه دلوقتي ما حددش موقفه الرسمي، هيشارك ولا مش هيشارك. يعني الاهلي كان ابدى تحفظات في الفتره الاخيره، ولكن الموقف الرسمي حتى الان الاهلي لم يعلنه، في انتظار اعلان الاهلي موافقته الرسميه على المشاركه. ولكن الوطن سبورت كلم مصدر رسمي في الاهلي، والمصدر قال ان مفيش قرار رسمي داخل النادي بالانسحاب، وده صحيح. ولكن المصدر وده على عهده الوطن سبورت اتكلم عن ثلاث نقاط، فيهم نقاط اشك ان يكون حد اتكلم فيها بالشكل ده، عشان كده انا بشكك في التفاصيل، لان التفاصيل نفسها فيها حاجات غلط. اولا وده وارد ممكن يكون صح، النقطه الاولى قال لك هلعب ازاي كاس عالم انديه يوم 22 ديسمبر لو ربنا كرمني وكسبت اتحاد جده او اوكلاند سيتي، لان بالتاكيد لو كسبت اول ماتش انا مكمل لغايه 22/12، فهلعب فاينل او ثالث ورابع، لكن هرجع بعدها ب 48 ساعه عند ماتش في الامارات يوم 25/12. ده ينفع؟ المصدر بيقول الاهلي متحفظ على الميعاد ده. الحاجة التانية مكافأة البطولة، المصدر قال إن مكافأة البطولة 250 ألف دولار رقم ضعيف. أنا بقول لكم اللي مكتوب في الوطن سبورت، ولكن رسميا مفيش تفاصيل حول هذا الموضوع. النقطة التالتة وأنا شايفة نقطة خلافية وممكن تضرب الخبر من أوله لآخره، إيه هي؟ بيقول لك إن الأهلي منزعج من فكرة إن اللجنة المنظمة قالت هتحمل بس 18 لاعب وسبعة أفراد جهاز فني وإداري. اعتقد النقطه دي ما اعتقدش هتبقى صح. ليه؟ انا رايح العب بطوله سوبر بالقائمه المحليه بتاعتي اللي فيها 11 اساسي وتسعة على دكه البدلاء، ازاي هيتحمل 18 لعيب؟ فاعتقد النقطه دي نقطه خلافيه ممكن تضرب الخبر من اوله لاخره. دي نقطه متعلقه بكاس السوبر لانديه الابطال. ولكن تدريب الاهلي في ملعب التتش، في تفاصيل اكتر. اروح بسرعه لزميلنا فاروق صلاح المتواجد حاليا في مقر النادي بالجزيره. فاروق مساء الفل، اخبارك واخبار الفريق؟ وعايزين نطمن على الاستعدادات لمباراة إنبي بعد لقاء الأمس، وما لمسته من أخبار ومعلومات في تدريب الفريق اللي بدأ حوالي الساعة 5. برحب بك زميلي العزيز محمد سعيد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. زي ما أنت قلت ابتدى تدريب النادي الأهلي في تمام الساعة 5. الروح اللي لمسنا في اللاعبين ويعني السعادة اللي عند الجهاز الفني بعد الصعود والفوز على فريق سان جورج الاثيوبي والصعود إلى دور المجموعات، خلاص بتقفل الملف الإفريقي بكل إيجابياته بكل الأمور اللي فيه. فريق بيبدأ طبعا استعداده اليوم يا محمد لمباراة إنبي، مباراة الدور قبل النهائي لكأس مصر، البطولة الهامة جدا بالنسبة لمستر كولر اللي خلاص فتح الكلام النهاردة قبل انطلاق المران، عقد محاضرة مع اللاعبين طبعا شكرهم على الأداء في مباراتي سان جورجو، اتكلم على كتير جدا من الامور الايجابيه اللي اداها اللاعبين وسياسه الروتيشن اللي بيتبعها دايما مستر كولر مع اللاعبين، وقال لهم بصراحه انا ما عنديش لعيب اساسي ولعيب بديل، اللعيبه كلها وقت ما بحتاج اي لاعب لازم يكون على القدر المستوى وقدر الحدث، ودي الامور اللي احنا لمسناها في اللاعبين. طبعا اتكلم مع اللاعبين على اهميه مباراه انبي المرحله القادمه، مرحله صعبه جدا، عندك مباراه انبي ثم مباراه الاسماعيلي ثم طبعا هينطلق الماراثون الافريقي وبطوله سوبر الافريقي، يعني مباراة مهمة جدا مباراة انبي اكد عليها مستر كولر وقال يعني ضرورة تحقيق الانتصار في هذه المباراة والصعود الى المباراة النهائية وطبعا مصالحة جماهير النادي الاهلي بعد الاخفاق في مباراة السوبر الافريقي. طبعا يا محمد النهارده كان التدريب يعني استشفى للمجموعة اللي شاركت في اللقاء بالامس، ثم التدريب بقى يعني تقدر تقول بقى يعني انطلق التدريب بفقرة لبدنية مع تيتسيان اندويا مخطط احمال النادي الاهلي، وبيحاول دايما انت عارف ان مستر كولر بيحاول يوازن في الحمل التدريبي ما بين اللعيبه اللي شاركت في المباريات بالامس واليوم، يبقى في توازن وبالانس كده ما بين اللاعبين. فتيتسان اندويا بيشتغل على الجانب البدني، ايضا فقره لحراس المرمى مع ميتشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. مستر كولر كلامه مع اللاعبين شافوا بعض التوجيهات، اشاد يعني وقف مع اللاعب كريم الديبيس واشاد بادائه والمجهود اللي عمله بالامس، الروح اللي احنا لمسنا من اللاعبين من الجهاز الفني. عايز اقول لك يا محمد ان شاء الله الفتره القادمه بقى فتره كلها خير باذن الله للنادي الاهلي. عايز اطمنك على الجانب الاخر يا محمد على المصابين، يعني خليني اكد لك يعني خلاص يعني صلاح محسن في المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي زي ما اكد لنا الدكتور احمد جاب الله، الامور بالنسبه لصلاح محسن يعني تقدر تقول بقت افضل بكتير جدا من الاول. عايز اكد لك ايضا على كريم نيدفيد، يعني ان شاء الله يكونوا طبعا كريم نيدفيد محمود متولي اللي يكونوا جاهزين مع النادي الاهلي ان شاء الله. يعني انت بتتكلم مش بكلمك على مباراه انبي او مباراه الاسماعيلي، لكن تقدر تقول بصوره مؤكده ان شاء الله يكونوا جاهزين
جاهزين للمعترك الافريقي بدءا من مباراه سيمبا التنزاني اللي احنا لامسينه ايضا. اللعيبه اللي يعني بتتكلم على اكرم توفيق النهارده بيظهر بشكل مميز جدا. وعايز اقول في النقطه دي يا محمد تحديدا مستر كولر مش بيتعجل في الدفع باللاعبين. بعض الجمهور يتساءل مستر كولر دفع بكريم فؤاد ولسه ما دفعش باكرم توفيق. انت عارف يا محمد ان مستر كولر الامور بالنسبه له بيبقى يعني بيرجع طبعا في البرنامج التاهيلي الموضوع مع تيتسيان دويا مخطط الاحمال أكيد. الحاله البدنيه بيحاول يرفع الحاله البدنيه شويه لاكرم توفيق وان شاء الله يكون موجود مع النادي الاهلي في المباراه القادمه بدءا من مباراه انبي باذن الله. طيب فاروق سؤال اخير، انطوني موديست دخل المران الجماعي النهارده ولا لسه في البرنامج البدني اللي كان وضعه الجهاز الفني ليه في الفتره الاخيره؟ لا خليني اكد لك يا محمد، انطوني موديست موجود في التدريب الجماعي النهارده، يعني شارك في الجزء الاول طبعا في مع مخطط الاحمال تيتسيان اندويا ثم في المران الجماعي في الوقت اللي انا بكلمك فيه. انطوني موديست جاهز واعتقد يعني من الاوراق اللي هتكون موجوده مع النادي الاهلي ان شاء الله في المباراه القادمه امام انبي. مستر كولر بيتكلم معاه، لعيبه النادي الاهلي بتقربوا وتدخلوا في الاجواء سريعا ان شاء الله يكون واحد من اللعيبه اللي موجوده مع النادي الاهلي في مباراه انبي باذن الله. فاروق صلاح موفد قناه الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات من مقر النادي الأهلي بالجزيرة في أول مرة للفريق بعد مباراة الأمس أمام سان جورج في دوري أبطال إفريقيا. إلى هنا نصل لختام حلقة اليوم من برنامج الترند. الوقت يجري بسرعة ولكن غدا بإذن الله حلقة جديدة معكم. شكرا وإلى اللقاء.